احنا السنه دي بطوله رمضانيه بمركز الشباب العروبه الصغرى 2024 كنا محتاجين نعمل حاجه مختلفه، حاجه مختلفه بحيث ان مفيش مركز شباب على الخط عمل حاجه زي دي قبل كده، وان احنا كنا عايزين نعمل حاجه ما حدش يعمل احسن مننا. احنا دايما في البعبع الصغيره مهتمين قوي بكره القدم، عندنا الاسماعيلي ده حاجه كده عيش، هو عامه في اسماعيليه كلها الاسماعيلي رقم واحد. في مقاولات اسماعيلي بطبعه تيشيرت اعتباريا وتقديرا من النادي، وهم طبعوا الحته دي على التيشيرت بتاعهم، وهم عايزين يوصلوا ده كله. لو في تيشيرت جديد مع الاحتفاليه بتاعت النادي المئويه بتاعتهم، هم عايزين يحتفلوا برضه بطريقه خاصه بعندهم. الفكره البلد هنا كلها اسماعيليه، عدو اسماعيلي ده حاجه مش واقعيه. عندنا لعيبة كورة طبعا محمد فهد بيلعب في اسماعيلي، محمد سعد اخو سعد، محمد سعد بيلعب يد في الكهرباء. احنا كنا عايزين نعمل حاجة نذكر فيها مئوية النادي الاسماعيلي، هو الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ان هو مثلا كان يعتبر اول هدف يحتفلوا بيها ل 100 سنة في الاسماعيلي، والاحتفالية دي يعني كل الناس مستنيان. كنا حابين نعمل حاجة او فيديو تقديم لتيشيرت تيشيرت مركز الشباب ان هيلعب في البطوله الرمضانيه 2024، فاحنا كنا عايزين نعمل حاجه مختلفه، محدش عامل حاجه زيه قبل كده. جت الفكره في دماغي ان احنا نصور في المناطق اللي جنبنا جنب كره القدم الصغيره، شفنا ايه احسن مناطق ان احنا نقدر نصور فيها. هنصور في الصحراء وهنصور فين؟ في حواري اسماعيليه، يعني الحواري القديمه اللي كان فيها الكابتن رضا والكابتن شحتة والاماكن دي. عبد الله قال لي ان احنا ليه طيب ما نعملش ناس تانية في الصحراء؟ ناس تانية في الصحراء بدور على حاجة اصلا هم مش عارفين هم بدور على ايه ومش عارفين هم هلوا ايه. فطلعنا فكرة اللي هو يبقى في مثلا زي نظام كنز في الصحراء، فكلهم جروا عليه عشان يشوفوا ايه الكنز ده. فتحوا الكنز ظهر تيشيرت مركز الشباب، فتفتح بقى ديت قلب صحرا مالكوره. في اول فيديو تسحب عين وشاهد في مكان معين او في زون معينه، وفجاه في نص الفيديو تقطع تلاقي لعيبه بتلعب كوره. الناس اللي موجوده في الفيديو ما فيهم لعيبه مثلت النادي الاسرائيلي ويلعبوا في النادي الاسرائيلي. كابتن محمد البعلي مثل النادي الاسرائيلي تقريبا 13 سنه بيلعب في الاسرائيلي. والحمد لله الفكره اتصورت، اخذت معانا تقريبا يومين واتمنتجت في يوم. ده برضه مجهود جبار ان انت تصور حاجه زي كده وتعملها وتمنتجها في سنه ايام تقريبا. لجنه منظمه الدوره الوطنيه 2024 بمركز الشباب على الصور، مجموعه شباب محترم جدا وطموح وعايز يبقى حاجه البلد، وكلهم البلد الحمد لله، ومعاناه عليا وناس مثقفين جدا شغالين بدون اكل، حبا في البلد وحبا في ان الناس تشوف الناس. الفيديو ما اتكلمش حاجه، هي كلها جهود ذاتيه مننا احنا كشباب. قدرنا نعمل التيشيرت وقدرنا نعمل الفيديو حبا في مركز الشباب وحبا في النادي الاسماعيلي. في ناس اتواصلت معانا من الاسماعيلي زي الاستاذ علاء وحيد، وزي الدكتور محمد كمال، وزي الكابتن احمد جمل والكابتن محمد صبحي، دول كانوا لعيبه قدامنا في الاسماعيلي وجابوا بطولات برضه للاسماعيلي.